السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. امبارح احنا قدمنا حلقة على جروب أصحاب البلد، يعني زي ندوة كده كانت. الحمد لله نتمنى يعني هي تكون مفيدة، واحنا بنقسمها دلوقتي وبنعمل لها مونتاج عشان ننزلها على أجزاء على القناة اليوتيوب هنا بالنسبة اللي مشافهاش. الحلقة دي زي ما قلنا إن هي كانت استضفنا فيها ضابط شرطة ضد الانقلاب اللي هو الرائد محمد صلاح، وطبعا ده شخصية معروفة لكتير، يعني معظم اللي هم معارضي الانقلاب. لكن المفاجأة كانت موجودة في ضابط جيش كان معرفة قديمة ليا، والعلاقة بينا انقطعت زي ما انا وضحت بعد الانقلاب وكده، وهو كان عاتب عليا جدا وابتدى يعني هاجمني برغم ان احنا كان في الاتصالات بينا مقطوعة. وانا بصراحة توسمت ان ده نوع من انواع ان هو عاوز يفهم، يعني مع اعتذار يعني كلمة يفهم هو هيزعل منها يعني، بس هي ده التفسير الوحيد عندي. وزي ما قلت امبارح انا تحديت ان هو يطلع معايا، وطلع واتكلمنا وتناولنا الموضوع، وهو اتكلم بما يراه هو، وانا اتكلمت بما ارى. وده اللي انا عاوز اركز عليه، لان بالنسبه للرائد محمود سعد ما تحدث فيه هو ما نعلمه جميعا، وان احنا شايفينه طبعا يعني هو الراجل غير ان هو قال الاشياء اللي احنا عارفينها، بس هو بيتكلم بلباقه جدا وبمنطق ما شاء الله، بمنطق قوي جدا. ويعني زي ما انا قلت له انت كده بوظت لنا الشغل بتاعنا كله، يعني احنا بنقعد لما باجي اهزر اقول لك ايه دول 50%، طب هقول ازاي عليهم 50% وانت ضابط شرطه؟ ما انت كده بوظت لنا اللعب الشغل كله. ولو كان ضباط الشرطه يعلموا الفايده او اللي هم بيقولوا القيمه المضافه ليهم لما بيظهر واحد زي محمد صلاح وما ياخدوهاش بالشكل التاني الوحش، ما كانوش زعلوا منه ان هو بهذا المظهر المشرف اللي هو الرائد محمد صلاح. لان هو اكيد مش متفرد، مش هو الوحيد يعني اللي في الشرطه كده، فاكيد في ناس زيه، احنا بس اللي كنا نتمنى ان يكون عدد كبير زي محمد صلاح. وبعدين كان في طبعا صديق مهندس، ده اتكلم على شأن غربي يعني اللي هو المهندس محمود، يعني اتكلم على شأن غربي عشان كنا نوصل منه في الاخر خالص ان كل الجيوش بيتم اعدادها لتكون اداه قتل، يعني انت عامل الجيش بتاعك عشان خاطر يدافع عنك ولو في عدو هيقتله. فكلهم بيعدوا على اداه قتل، وان هو بيطيع الاوامر بصفه عمياء. فالحل ايه؟ ان الجيش ده يبقى بتاعك مش يبقى بتاع حد تاني. فازاي يعني يبقى بتاعك؟ يبقى يخضع لسلطه، سلطة الشعب، سلطة منتخبة، وإلا الوضع هيتشقلب ويتعمل زي عندنا. القائد اللي هو اختار أسامي كتير ليه، يعني اخترنا له أسامي كتير في الحلقة. في الجزء الأخير من الحلقة مشي، وأنا مش عارف يعني مش عارف أوصل له، هل هو زعل ولا إيه ولا ما قدرش يجاري الجو وكده. وانا برضو اللي عاوز بس انبه الناس دي، وده اللي عامل في الحلقه، ان احنا اهدافنا انفعاليه، يعني كل الناس كان او بلاش كل الناس، معظم الناس كان كل هدفها ان هي عاوزه نحقق انتصار في معركه النقاش في الحوار، افحمه يعني. في ناس انبسطت لما انا استخلصت منه كلمه تيران وصنافير مصريه، وهو قاعد يكافح كتير قوي عشان يهرب من السؤال، هذا السؤال المباشر كويس، بس مش هو ده المهم. المهم اللي بيسمعوه، المهم ان هو يراجع نفسه، المهم ان عدد كبير جدا اتصلوا بيا بعد كده، مفروض ان هم بينتموا للجيش، وفي ناس عرضت ان هي تطلع تاني بعد كده، لكن هي الموضوع محتاج مني ترتيب يعني، عشان مش معقول اي واحد معرفوش هيطلع، لان بيبقى لها يعني حسابات وكده، يعني ممكن يحصل اختراق بعد كده. المهم لينا يا جماعه مش الانتصار، مش المهم ان احنا يعني في ناس كانت عاوزه ان احنا نقعد نتخانق ونشتم ونعمل، طب احنا عاملين الحوار ليه؟ لازم يا جماعه يبقى هدفنا ابعد، احنا لينا دلوقتي هدف مرحلي في غايه الصعوبه اللي هو في غايه الاهميه والخطوره، اللي هو سد النهضه اللي احنا عاوزين نلحق قبل ما هذا الوحش يدخل يفترس البلد، وهدف مرحلي تاني ان احنا نتخلص من هذا الاحتلال. فانت بتحاول تبني ثقة للشعب فيك، الشعب
فيك، وبعدين بتحاول تفهم المنظومات التانية اللي بيعتمد عليها هذا السفاح الجاسوس ان انت ماشي في سكة غلط، لان فيهم ناس كتير قوي امثال هذا الضابط. يعني الضابط ده بيصلي، انا اعرفه بصفة شخصية يعني، يعني اشتغلت معاه كتير يعني اكتر من 5 6 مرات يعني، بيصلي بيصوم بيهتم جدا ان ولاده يصلوا، وفي النهاية خالص بيأيد سفاح، بيأيد القتل. يعني هو ما قتلش بنفسه عشان هو مهندس يعني ضابط مهندس، لكن انت بتأيد القتل، انت بتأيد المنظومة، انت جزء من المنظومة يعني. فالاسلوب الحوار لما انت بتجيب واحد عشان تحاوره، هو انت مش بيبقى غرضك لو انت يعني يعني مهتم لك قضية، مش بيبقى غرضك قد انت تحرجه وتسكته وتخوفه وتسكه زي ما بيقولوا يعني، على قد ما انت بتفتح مواضيع هو وغيره يفكروا فيها. فأنا بقول يعني عشان ده ممكن يكون بداية لسلسلة من هذه النقاشات، ولازم ما تبقاش كتيرة ما تبقاش طويلة. لازم احنا انا غرضي الحقيقي، بص يا جماعة احنا عشان نتكلم بصراحة، احنا غرضنا تغيير هذا النظام، مش بس السيسي، لا تغيير هذا النظام يعني ال 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 الاحتلال العسكري. احنا عاوزين يبقى عندنا جيش نحترمه بنجله يقول لك ايه اصل احنا نضحي قصاد جيشنا، لا ده احنا بنحب الشباب يضحي قصاد البلد. يعني هو ده السبب، السبب ان انت بتجله يعني. اتبعنا بيأتمر بأوامرنا، بيأتمر لمصلحتنا، بس ده اللي احنا عاوزينه. لا يتحكم مكانه في الحدود، لا يتدخل من قريب او من بعيد في السياسة الداخلية خالص، غير يمكن حماية حماية رأي الشعب، مش دهس رأي الشعب كله. الكلام ده بقى بيحتاج شغل، ومحتاج ان انت تشغل مخك وتشغل عقلك، ان انت بتحفز الناس. احنا دلوقتي قصادنا كارثة مش هنقدر نستنى عليها لحد ما الناس الوعي يزيد. سد النهضة تقريبا 123 يوم ويبدأ الملء الثاني. الملء الثاني، احنا قلنا الملء الثاني لسد النهضة هيكون علامة جرس النهاية. خلاص عارف انت لو في امتحان يقول لك ضع القلم، خلاص مش هتعرف تعمل حاجة، لان انت لو حصل الملء، لو تم الملء الثاني هو بيقول لك انت ممكن تروح انت تحرس لاثيوبيا السد. خلاص انت بقيت تحت امره، السد لو وقع هياخد قدامه بلاوي، هياخد قدامه بلاوي. في الفترة دي احنا بنحس افراد الجيش اللي هو اسرع حاجة موجودة، بيقول له انت دلوقتي موجود في وضع، انت مش بس يعني بتخني فبتقتلني، لا انت هتقتلني انا ولادك وابوك وامك، وانت شخصيا هتموت من العطش معايا وكده. فاستمرارك في دعم هذا الجاسوس مش خيانة، هو خيانة وجنون. فالموضوع بيخضع للنقاش، وده اللي احنا عاوزين نفهمه. ما نبقاش كل همنا ان احنا ننتصر في معركة حوارية على الفيسبوك وبعدين ننفر الناس. انا عقول كتير قوي وناس كتير كلموني امبارح من الجيش وقعد يقولوا لي ايه، طب اثبت ان انت الاضرار اللي انت بتقولها. قلت له انا اثبت ليه؟ يروح انت اثبت، هو بيقول لك في نقص مية، روح انت دور. لو لقيت ان انا غلطان قول لي. قلت له روح انت دور قول لي هينقص قد ايه من مصر. فابتدى يقول لي طب قول لي انت، احنا مش عارفين. فلازم نفهمهم بالراحه. وبعدين هم كمان في وضع اصبح دلوقتي ايا كان هم مسؤولين عنه ازاي، بس هم في وضع دلوقتي هم محطوطين متثبتين بالسلاح زينا. يعني هو مثبتك بالسلاح وفي واحد تاني مثبته بالسلاح، قام بتدجين الجيش. فالوضع محتاج اجراء. ما هو هل معقول كلكم كل قيادات الجيش جواسيس؟ يعني فيش واحد مش جاسوس؟ ما هو مش ممكن، صعب برضه يعني. احنا بنعتبر ان شاء الله باذن الله هيكون مثلا ايه واحد فلت كده منهم قدامنا. الوضع ده اللي هو بتاع سد النهضه مستمرين فيه ان شاء الله باذن الله. بكره هنبتدي فيه موضوع مهم جدا، اول مبادره يطرحها واحد مصري
مبادرة حقيقية، طالما الحكومة، الحكومة مش بس ما بتعرضش مبادرات، الحكومة ما بتعرضش مشكلة، هي بتنيمنا، بتشغلك مرة في الشهر العقاري، مرة مش عارف مين بيتجوز، اللي هيتجوز على مراته مش عارف هنسجنه، مش عارف مين رانيا يوسف مش عارف لبست البطانة ولا نسيت تلبس البطانة، وعلى طول هو همه الأكبر إتمام بناء السد، يمكن هو دي آخر مهمة مطلوبة منه، وممكن يكمل على طول يعني لو عرف يكمل في حماية الجيش. احنا اول مبادره قدمها واحد مصري فاحنا هنخضعها لنقاش سريع عندنا على جروب اصحاب البلد، بحيث هنقدمها نحاول نقدمها حتى للمجتمع الدولي، هنحاول نعمل مؤتمر كبير، بس لازم نناقشها الاول عشان ما يكونش فيها عيوب. عاوزين نركز يا جماعه كلنا، ووجودكم ونشركم للافكار دعم، يعني انت لازم تهتم ان انت تنشر الافكار عشان الناس تحس بالمشكله. مش معقول احنا نبقى قلقانين القلق ده كله واحنا قاعدين في بعيد عن مصر وانتوا مش قلقانين. طيب نشوفكم ان شاء الله على خير.